صباح الخير يا أطفالنا يا حلوين، معاكم مدارس دار المعارف الخاصة نوافذ لغة عربية مرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني. النهاردة يا ولاد رجعت لكم بحرف جديد من حروف اللغة العربية، هو حرف الصاد. عندي الصاد بتتكتب بطريقتين، إما منفصلة أو متصلة، وزي ما قلت لكم الحرف المتصل بيجي لا إما في أول الكلمة أو في منتصفها، أما حرف الصاد المنفصلة بتيجي في آخر الكلمة. عندي حرف الصاد، صقر، صنارة، صورة. صقر، صنارة، صورة. تعالوا نشوف أول صورة. صقر، صقر، صقر. صاد فتحة، الفتحة بكتبها فوق الحرف. ص بفتح بقي وأنا بقول صقر، ص ص صقر. ص حرف الصاد فتح، ص ق ق ق قاف سكر ر ر ر ر ر ر، يبقى صاد قاف ر سك ر. تعالوا نشوف الصورة اللي هتظهر قدامي، صورة سنارة. سنارة حركة الكسر، سي سي سنارة، بكتب حركة الكسر أسفل الإيه، أسفل الحرف. سي حرف الصاد، سن ن ن ن نون، سن ألف، سن ر ر ر را، سن ر أه أه، تاء مربوطة، يبقى صاد كسرة سي سن ر. تعالوا نشوف الحركة اللي هتظهر قدامي، هي حركة الضم وسورة سورة. سورة ص ضمة سو، يبقى صوت الضمة سو. سو ر سو ص ضم سو و و و و و واو. سو ر ر ر ر را. سو ر أه أه، تاء مربوطة، يبقى صاد ضمة سو سو ر. كده أكون خلصت الثلاث حركات بالفتح والكسر والضم بالكلمات بتاعتهم. تعال نشوف نشاط لحرف الصاد، أكمل الحرف الناقص. صاروخ، برافو عليك يا ولاد شطار. صاروخ هيجيب لي الكلمة ومخبي لي منها حرف. طب هنا صورة ايه؟ برافو عليكو. صاروخ هو مخبي لي أول حرف، وأنا بنطق أول حرف وأقول ايه، ص حرف الصاد. برافو عليكم يا وليدي، يبقى انا كده كونت كلمة صاروخ. صندوق، صندوق، شايفين انا بنطق حرف ايه، اول حرف ص ص ص ص صاد. برافو عليكم، صاد ضمة سو صندوق. هي صورة ايه؟ برافو عليكم. صينية، صينية جايب لي الكلمة ومخبي لي حرف، وهي الحرف اللي مخبيه صينية. برافو عليكو، صاد كسرة صي صينية. اختر التشكيل المناسب للكلمة، عاوز اختار التشكيل المناسب لكلمة صينية. شايفين صوت الحرف بتاعي بقول ايه، صي صي. برافو عليك يا ولاد، صاد كسرة شطار. هنا صنبور، ص ص صنبور، صنبور سو. برافو عليك يا ولاد، صاد ضم سو صنبور. صاروخ، ص ص صاروخ. برافو عليك يا ولاد شطار، صاروخ. تعالوا نشوف نشاط جديد بيقول لك عايز يصل، يعني وصل. هنوصل، جايب لي صورة صنبور، سنارة، سكر. مديني كلمات سنارة، سكر، صنبور. أول صورة عندي صورة إيه؟ صنبور، هوصلها بالكلمة بتاعتها صنبور. هنا صورة إيه؟ سنارة.
سنارة. فين كلمة سنارة؟ برافو عليكم يا ولاد شطار، هوصلها بسنارة. هنا صقر، صاء، صقر، هوصلها بصورة ايه؟ برافو عليكم يا ولاد، هوصل صورة صقر بكلمة صقر. اقرأ، صقر، سنارة، صورة، برافو عليكم يا ولاد. وبكده أكون خلصت معاكم كلمات حرف الصاد، وأشوفكم مع حرف جديد يا أصدقائي، وإلى اللقاء في المرة القادمة. باي باي.